اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الحمد لله الذي لا تغيض ينابيع فضله ولا تضطرب موازين عدله، له غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، وما الله بغافل عما تعملون. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وترك الناس أمام الحجة البينة ودين الله القويم. فصلوات الله وسلامه وتحياته وبركاته على هذا النبي وعلى آله، رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة رسول الله، وعن التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم بفضلك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات، كلمة نبوية قالها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وسمعناها منه في مقام القوة والكثرة والغنى والوفرة. تلك الكلمة هي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا عيش إلا عيش الآخرة. قالها مرة يوم الأحزاب، وأخرى في فتح مكة، وأخرى في حجة الوداع، وقد اجتمع له الأصحاب من سائر الأمصار والأقطار. لقد قالها إذن وقد جمع في يديه القوة، وقد فتحت له البلاد ودان له الأعداء، وقالها وقد رأى صفحة المستقبل البعيد يوم الأحزاب، فرأى كنز فارس والروم في ملك أمته وعليه. فهي ليست كلمة مفلس صفر اليدين من الدنيا يرد عن نفسه الحسرة والندامة ويسليها بتلك الكلمة، إنما هي كلمة قوي غني متمكن من الدنيا وما فيها. إذن فلماذا كان التركيز على النبوي على هذه الكلمة في مواطن القوة هذه؟ إخواني وأخواتي، بمراجعة سيرته صلى الله عليه وآله وسلم وما ذكرناه من شمائله، يمكننا أن نستنبط أنه قالها ليرد بها نفوس من حضروه من أصحابه عن الطمع في المقام الدنيوي والمنافسة فيه، على أنه المقام الذي لا مقام بعده، أو الدار التي لا دار بعدها. فما العيش فيه في هذا المقام الدنيوي بالنسبة للآخرة إلا كعيش ساعة، فلا يغترون بطول البقاء في هذه الدار وليجعلوها مزرعة للآخرة، وليعلم من بعدهم من سائر الأمة أنه إذا خوطب الصفوة بمثل هذا الخطاب، فإن النخالة ممن جاء بعد جيل الصحابة أمثالنا أشد حاجة إلى هذه التعاليم الصارمة.
ولطالما ركز النبي صلى الله عليه وآله وسلم على غرس هذه التعاليم في نفوسنا ليرد نفس قارون التي تضغى على كثير من أصحاب المال، ونفس بلعام الذي ضربه الله تعالى مثلاً لطغيان العلم، والذي تضغى نفسه على بعض العلماء في زماننا ممن تراهم يرغون ويزبدون ويفتحون للناس أبواب البطالة بفتاوى الفتن والجهالة، وليرد نفس فرعون عن أصحاب المناصب والجاه. أيها الإخوة والأخوات، وحتى تستقر هذه المفاهيم في نفوس هؤلاء وأولئك، ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الأمثال حتى يمكن للناس ويمكن لهم استحضار الحالة في صورة مرئية، فبالمثال يتضح المقال. فوضع صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل التقريب مثالا للدنيا والآخرة برجل وضع إصبعه في البحر، غمسه في البحر وأخرجه، ثم أمر بالتأمل والتفكر هل يرجع بشيء أم لا. فإن كان رجع بشيء فهذه البلة التي بل بها الإصبع هي الدنيا في الآخرة، وإن لم يكن رجع بشيء فتلك هي الدنيا بالنسبة للآخرة لا شيء. وفي بيان هذا المثال أخرج مسلم في الصحيح عن المستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: والله والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، فلينظر بما يتحمل ذلك الإصبع من البحر من ماء. ومقصود المثال كما بان لنا هو الإخبار لنا بأن منح الدنيا ومحنها في كسب الجاه والمال من الأمور الفانية السريعة الزوال. منح الدنيا ومحنها في كسب هذا الجاه وذاك المال من الأمور الفانية السريعة الزوال، فلا ينبغي لأحد أن يفرح ويغتر بسعتها، ولا أن يجزع ويشكو من ضيقها، بل يقول في الحالتين: لا عيش إلا عيش الآخرة. إذا اتسعت عليك الدنيا قلت لأنك علمت قيمتها في الآخرة: لا عيش إلا عيش الآخرة. وإذا ضاقت عليك الدنيا قلت لأنك علمت قيمتها في الآخرة: لا عيش إلا عيش الآخرة. فصارت تلك الكلمة طمأنينة وثبات في الحالتين معا، في حالة السعة وفي حالة الضيق. فلنضع أنفسنا في الصورة إخواني وأخواتي، ولنختر بين المتناهي الذي له أمل وغير المتناهي الذي لا أمد له، الذي هو قائم أبدا. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وحتى يتحمل الناس مشاق المجاهدة والعمل بمقصود لا عيش إلا عيش الآخرة، بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثال آخر أن الجنة لها حجاب وستر، ورأه ورأى هذا الحجاب وخلف هذا الحجاب مكاره الاجتهاد في الطاعات وحبس النفس عن الشهوات. والمقصود بالشهوات هنا الشهوات المحرمة
فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب. للجنة حجاب وستر، وللنار حجاب وستر، فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب. فهتك حجاب الجنة يكون بتحمل المكاره، باقتحام المكاره، مكاره الطاعات وحبس النفس عن الشهوات. وهتك حجب النار يكون بارتكاب الشهوات. وفي هذا المثال جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. وفي رواية مسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، يعني أنها أحيطت بمكاره الطاعات وحبس النفس عن الشهوات والمحرمات. أما النار فخلف ستارها هذه الشهوات ومراتع البهائم مما يسعى إليه طلاب الشهوة. فمن ركب مكارها الاجتهاد والمواظبة على الطاعات والصبر عن الشهوات ونحو ذلك من مخالفة العادات المنافية للآداب الشرعية وصل إلى الجنة. وأما من تبع الشهوات المحرمة كالخمر والزنا والغيبة ونحو ذلك سقط في النار. فلنفهم إخواني وأخواتي عن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم هذا المثال، وليضع كل واحد منا نفسه أمام الصورة وفي الصورة ليختر. أيها الإخوة والأخوات، ومن أهل نفسه من الناس في هذه الحياة الدنيا، من أهل نفسه لمقام العيش الأخروي من غني أو عالم أو صاحب جاه، ممن رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يلجم نفسه بتلك الكلمة العظيمة: لا عيش إلا عيش الآخرة، أو كان في ضيق، ممن أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفسح صدره وأن يوسع عليه بتلك الكلمة: لا عيش إلا عيش الآخرة. من أهل نفسه لهذا المقام رأى أنه أسير محبوس في سجن رغم ما هو فيه من أبهة وجاه، أو ما هو فيه من ضيق وعدم سعة، محبوس عن رؤية ربه تبارك وتعالى. وتلك من أجل النعم، نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم، اللهم آمين يا رب العالمين. محبوس بهذه الدنيا وفي هذه الدنيا عن هذا المشهد العظيم، محبوس عن الكون مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، محبوس عن معاينة الجنة، فهو دائما يعمل في فكاك رقبته بمكابدة الطاعات وصرف النفس عن ملذات الحرام. لا يزال كذلك حتى يخرج من الدنيا فيرى ما أعد له ربه من الثواب والنعيم المقيم، فيوقن ساعتها بأن الدنيا كانت سجنا حقيقيا. وقد جاء هذا المعنى صريحا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال فضيل بن عياض: من ترك لذات الدنيا وشهواتها فهو في سجن، محبوس قيد نفسه وحبسها عن حاجتها في الملذات والشهوات.
ما دام قد حرمها المولى سبحانه وتعالى. من ترك لذات الدنيا وشهواتها فهو في سجن، فأما الذي لا يترك لذاتها وتمتعاتها فأي سجن هو فيه؟ إنه في جنة، فلينعم بجنته. والمؤمن هو ذلك الرجل الذي لم يكتفي بحبس نفسه عن شهواتها، بل يرى أن حبسه عن معرفة رضا الله تعالى عنه، هل رضي عنه ربه أم لم يرضى، هذا الحبس في معلوم نفسه وفي مكنون قلبه سجن كبير، حبس تضيق له الدنيا مع سعتها. ما دام المسلم في الدنيا لا يعرف قد رضي الله تعالى عنه أم لم يرضى، هو في حبس يرى فيه الدنيا مع سعتها سجن، سجن يقل له المال مهما كثر، ويتضاءل له العلم مهما بلغ، والسلطان مهما علا. ولذلك كثير من أصحاب الجاه في هذه الحياة الدنيا وبخاصة في عصرنا يبعدون عن أنفسهم ريح الآخرة وذكر الآخرة، لا يحبونه ولا يرضونه ولا يرضون أهله، لأنه لو تفكر لنغص ذلك الفكر عليه ما هو فيه، ولرأى أن الدنيا مهما واسع بالنسبة له سجن. ولهذا المعنى أخبر الله تعالى عن بعض الصحابة الكرام ممن تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، فقال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ضاقت عليهم أنفسهم، ضاقت الدنيا بسعتها حتى كانت كما وصفها كعب رضي الله تعالى عنه كثقب الإبرة في عينه، يرى أن هذه الدنيا مع سعتها، مع ما له من مال وجاه، مع خطاب الملوك له وقد أرسل له ملك الروم يستدعيه إليه فقال: تلك بلية أخرى وفتنة كبرى. رجل معروف عند الملوك خطبه ملك كبير: قد علمت أن صاحبك قد غضب عليك، فإن شئت فأتنا. رأى الدنيا بغضب الله تعالى عليه الذي يراه في عين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي امتناع الصحابة عن كلامه رأى الدنيا كثقب هذه الإبرة. هكذا المؤمن عندما يفكر في هذا الرضا، هكذا تكون الدنيا كالسجن للمؤمن بكل هذه المعاني، بفكر الآخرة، بفكر الرضا ومعرفته. فإذا أخرج المؤمن من هذا السجن تنزه في الرياض وتفسح، كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فقد أخرج ابن المبارك عنه أنه قال: إن الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، وإنما مثل المؤمن حين تخرج نفسه كمثل رجل كان في سجن فأخرج منه فجعل يتقلب في الأرض ويتفسح فيها. بعد أن أمضى مدة العقوبة في الحبس والسجن بعيدا عن الدنيا، خرج إلى الدنيا وسعتها يتفرج ويشاهد ويتفسح وينتقل هنا وهناك. هكذا المؤمن في هذه الدنيا، هكذا المؤمن. وأما الكافر فقد فرح نفسه في الدنيا وفرج عنها بخرق حجاب الشهوات، فكانت الدنيا كالجنة له، فإذا قدم على ربه رأى ما أعد له في الآخرة من العقوبة، فعلم أنه خسر، علم أنه غبن، وأنه نقل بالموت بعد عيش قليل من السجن السهل الفاني. لو اعتبره سجنا وحبس نفسه وآمن بالله وكف نفسه عن الشهوات
انتقل بالموت من عيش قليل في السجن السهل الفاني إلى الحبس الصعب الباقي، نعوذ بالله تعالى من ذلك، اللهم أمين يا رب العالمين. فاغتنم أخي وأختي حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تبلغ المأمول من التأسي بحضرات الرسول المصطفى، ويكون لسان حالك ومقالك ساعتها لا عيش إلا عيش الآخرة. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. Assalamu alaikum, brothers and sisters. Come and fill the gaps, inshallah, for whoever comes late. We thank Allah, the one who have unlimited source of grace, mercy, and blessings. All matters will return to Him. And Allah is aware of everything that we all do. I bear witness, there is no God except Allah subhanahu wa ta'ala, the one and only, with no partners, the Almighty and assured truth. I bear witness that the Prophet Muhammad, peace be upon him, is the servant and messenger of Allah. My dear brothers and sisters of Islam, we live today with our soul, heart, and spirit with profound and insightful words that our Prophet Muhammad, peace be upon him, said in a state of strength, riches, abundance, and might. Listen carefully to what he said, peace be upon him. He said, there is no living. There is no living except the living of the hereafter. He said it in the day of the battle of Al-Ahzab. He said it the day he liberated Mecca. And he said it in his farewell pilgrimage as all were gathered from near and far around him. He said it when he, peace be upon him, and Islam were the strongest, when victory was at hand. The enemies were running away. And when the Prophet Muhammad, peace be upon him, was able to see the future in the day of the Battle of Al-Ahzab, seeing the treasures of the Roman and the Persian empires in the hand of his ummah, may God be pleased with him. Now we know these words were not words of a loser who wants to comfort himself, or word of desperation. So why he said it, peace be upon him, in these moments of triumph, in these moments of strength, there is no living except the living of the hereafter. Recounting the principles of the Prophet's teaching and commands, we reach the conclusion that he said these words to put on a straight path the soul and the heart and the spirit of whoever was around him, attending among the companions, and to detour them from greed, false aspiration of what earth can offer. He said it to stop them from competing for earthly glitter, as if it was the only existence and nothing would come after. He said it to materialize the fact that living on earth in comparison to the hereafter is such a small existence and only to be regarded as a field or a garden that will only produce in the hereafter. It will not produce here. He said it to teach whoever comes after them of generation the same lessons. And if the Prophet Muhammad, peace be upon him, was talking to the most righteous, to the elite, the most humble of the companion at the time, give him this command, we find those who come afterwards, like us, and we are in no comparison to the early Muslim in righteousness and goodness, are more in need to these teachings and to these commands. The Prophet Muhammad, peace be upon him, planted these teachings in our conscious to control the likeness of Qarun's behavior that takes over those who are wealthy and have lots of means, and to control the likeness of Bil'am, the Jewish scholar, that Allah talked about him as an example
of overreaching is of knowledge and arrogance that possess him and possess the scholars to actually open the doors of wickedness with corrupt fatwas and corrupt teachings. They start coming up with their own teachings, not Allah's teaching. They come up with their own fatwa, not the fatwa of the Prophet Muhammad, peace be upon him. And also to control the likeness of the Pharaoh and his corrupt ruling and judgments that take over those who have high positions and power among us. My dear brothers and sisters, in order for these commands and principles to settle in the heart of everyone, the Prophet Muhammad, peace be upon him, give the example so all can see it, picture it, and clearly understood it with no confusion. The Prophet Muhammad, peace be upon him, was very clear in his guidance in what he wants us to know and what we have as a guidance in our living and our behavior. For example, he made the parallel between this life and the hereafter with a man who put his finger in the ocean, then he took it out. Put his finger in the water and took it out. Then the Prophet commanded us to ponder, to think, if that man took anything as he put his finger in the water or nothing. And if your logic will say, well, the finger was wet, then that wetness is actually represent this life in the hereafter. And if your thinking will say nothing, it came out with nothing, this is exactly also this life in the hereafter, practically nothing. It was narrated by Muslim on the authority of Mustawrid ibn Shaddad, may God be pleased with him, that he said, I heard the Prophet Muhammad, peace be upon him, saying, by Allah, and he's swearing, by Allah, this earthly life in the hereafter is like what any one of you can collect when he put his finger in the water and pull it out. Just think about it and apply it every time something bother you, something make you ecstatic, happy, or so sad. This example clarified that all the struggles, all the efforts exhausted in earning money and status are issues that are easily to dissipate and easily to vanish. It is not wise for any one of us to be excited or fooled with what he has of abundance or fear and complain of any hardship and difficulties. In Bo's state, he only would say there is no living except the living of the hereafter. Let us all ponder, take notice, and be conscious of this example and make the right choice between what will end and we focus on, meaning this life, and what will be eternal and we don't do enough for, which is the hereafter. In another example, the Prophet Muhammad, peace be upon him, said that heaven is surrounded by a curtain and a cover of difficult and hard work in being obedient and restraining the soul from sinful desires. And hell also has a curtain and a cover of all sinful desires. Whoever violates this curtain will reach what is behind it. Brothers, come forward, inshallah. Make room for whoever is standing in the back. So to reach heaven, you have to penetrate the curtain by struggling, and by struggling with the hardship of being on the right path. To be on the right path takes a struggle, takes commitment. And to reach hell is to penetrate its curtain by committing evil doing and sinful desires. It was narrated in both Sahih and the authority of Abi Hurairah, may God be pleased with him, that the Prophet Muhammad, peace be upon him, said, hell is obscured by desires and heaven is obscured by difficulties. And in another narration, he said, hell is surrounded by desires and heaven is surrounded by difficulties. So whoever dedicates himself to take on the difficulties of continuous obedience, patience, endurance, being away from sinful desire and all what is contradicting to the divine laws of Allah, inshallah, he will be in heaven and reach heaven. And whoever follows his sinful desires
is like adultery, drinking and talking about other people back, and what is similar to that in wickedness, he will be descending in the hellfire. Let us all ponder and learn the lessons from the example that the Prophet Muhammad, peace be upon him, provided to us, putting ourselves in the same parallel and having the same choices. We all have choices, and you have to ponder before you make the choice, depending on where you want to go or when you want to be in the hereafter. There is no living except the living of the hereafter. Whoever sets his soul to follow this command among the rich, the scholar, or those who have position and higher ranks among people, would see himself in prison, regardless of what he enjoys of honor, nobility, riches, and high status. He would find himself deprived. Here on earth, we are deprived from seeing the face of Allah, the Almighty, and being with his Prophet, enjoying all the goodness of heaven. He worked hard to liberate his soul, enduring the difficulty of obedience and staying away from sinful desires. He stayed constant until he depart, and always been reminded that death comes suddenly. There is no guarantee that if you are healthy that you're going to live forever, or if you are young that you're going to live forever, or if you are old that you're going to die tomorrow. Death is always comes suddenly. So he worked hard to liberate his soul, enduring the difficulty of obedience and staying away from sinful desire. He stayed constant until he depart this earthly life, finding what Allah prepared for him of rewards and eternal bliss. At that moment, he would be certain that earthly life was nothing but a prison. It was narrated in Sahih Muslim on the authority of Abi Huraira, may God be pleased with him, that the Prophet Muhammad, peace be upon him, said, earthly life is the believer's prison and the disbeliever's heaven. Fudail ibn Iyad said, whoever disregards earthly life, glitter, sinful desire and enjoyment, he is in prison. And when we say enjoyment, we're talking about sinful enjoyments. He actually in prison. But he which does not resist its sinful pleasures, fun, and enjoyment, he is definitely not in prison. The believer is not only endures being depriving himself from the glitter of life, but he see that not knowing that Allah's approval and blessing for his deed is bigger and more profound. For you and me not to know that our deed is accepted, that our Allah subhanahu wa ta'ala bless us with his acceptance and his pardon. This is a difficult state for any one of us who is seeking the hereafter to enjoy here on earth. Earth becomes so small, regardless of its spaciousness. Money becomes so scarce, regardless of its abundance. And knowledge becomes limited, regardless of how much you know and how much you collect. And power would be weakness, regardless of how strong it actually is. Illustrating this meaning, Allah subhanahu wa ta'ala spoke in the Quran about some of the companion who stayed behind and did not join the Prophet Muhammad, peace be upon him, in the Battle of Tabuk. They stayed behind. Then they start actually thinking, what did I do? They were in a state of wondering what their punishment going to be, what their status with Allah is. Allah subhanahu wa ta'ala describing their state of mind. Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah At-Tawbah, verse 118, to the three who were left behind, they felt guilty. So such a degree that the earth seems constricted to them for all its spaciousness, and their very own soul seems constricted to them. Imagine earth with all its avenue and all its spaciousness, very, very small, and even their soul in their own body is very well constricted. It was narrated by Ibn Mubarak that Abdullah ibn Amr ibn al-As, may God be pleased with him, said, earthly life is heaven of the disbeliever and prison of the believer. It is the likeness of the spirit of the believer when it leaves the body, like a man who was in prison
and was let go to enjoy what's on earth of garden and pleasure. This is the believer, but the disbeliever, the sinner, enjoy himself violating everything that is right. So life become like a heaven to him, and in the day of judgment, he would see what Allah prepared for him of punishment. He also realized that death transported him from a short period of living from a prison that was so easy, and the prison actually have an end, to a prison that it is difficult and actually eternal. May Allah spare us such an outcome. My dear brothers and sisters, today use the chance and take advantage of your life before you die, your health before your sickness, and take advantage of your free time before you get busy, and take advantage of your youth before you get old, and take advantage of your riches if you end up poor. Your choices and your reaching heaven as the ultimate destination, following the guidance of the Prophet Muhammad, peace be upon him, as this becomes reality, as your state of existence and your state of mind here on earth is to repeat what the Prophet Muhammad, peace be upon him, commands us: there is no living except the living of the hereafter. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, brothers and sisters. Just, if you allow me, just a reminder to myself and every one of us, inshallah. We never get a chance to be asked to participate in building a house for Allah. This is our chance. We are in need for whoever pledged for the sake of Allah. And there is a lot of people out there who did pledge for the sake of Allah and never fulfilled their pledge. Try to fulfill pledge. This way we can continue our project, inshallah. For those who actually pledged and paid more, and alhamdulillah, I have to thank all the brothers who actually donate in secret every Fridays, alhamdulillah. And there is a lot of brothers who actually encourage other and bring donation to the masjid and carrying the expense of this building. This building is very expensive, and it gets expensive simply because we have stoppage, and we go, and we stop, and we go, and this is the house of Allah we're talking about. Allah subhanahu wa ta'ala is using us to build a house for him here on earth, and the reward is all known. So please, if you have any pledge, fulfill it. If you encourage others to donate, please talk to them. We want to finish it. We don't want to stop. We are now trying to get a limited use permit and do as much as we can with whatever cash we have in hand. And alhamdulillah, there is a lot of brothers who are supporting the project, and may Allah bless them for what they do. So please, this is a reminder for every one of us, and those who also put the dollar and $10 every week, that what carry this masjid to fulfill its obligation and fulfill what are needed of us in this community. Please, spread the words. If you have any question, please ask. And may Allah bless us all. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, alladhi bi'amatihi tatimmu as-salihat, wa ashhadu an la ilaha illallah, qayyumu al-ardi was-samawat, wa ashhadu anna sayyidana nabiyyana Muhammadar Rasulullah, taqallahu fawqah, wa tawakkal alayhi fakafa, wa i'tamal alayhi fa'awa, Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa sahbati al-a'immatul huda. أما بعد فأيها المسلمون والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن تقوى الله خير زاد ليوم المعاد والله أسأل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسن اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وامنحنا هداك ووفقنا لما فيه رضاك اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين إلهي خلقتنا فلا تحرمنا من نورك وأرسلت إلينا رسولا فارزقنا اتباعه وأنزلت عليه كتابا فارزقنا العمل به اللهم تعلنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مدينا إلا قضيت دينه ولا مكروبا إلا فرجت كربته ولا حاجة ليك لضرا ولا فيها صلاح من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها بفضلك وكرمك ورحمتك أرحم الراحمين رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة